لكن في البدايه وقبل ما اتكلم في عناوين الحلقه او الترندات اللي عندنا النهارده، سواء ترندات الاهلي او الترند المحلي او العالمي، عندنا الفقره اللي حضراتكم اكيد خلاص هتستنوها معانا على مدار الفتره اللي جايه كلها، وهي فقره ترند ترند، خبر حصري وخبر مهم جدا بيكون معانا، والخبر بيتعلق بالاتحاد المصري لكره القدم. في جزئيه عن النادي الاهلي، انا عارف دايما انتم بتبقوا مهتمين باخبار النادي الاهلي تحديدا، هقولها لحضراتكم لاحقا، لكن عايز ابتدي باتحاد الكوره لان ده خبر ايضا مهم. واحنا كنا اتكلمنا في الحلقه الاخيره يوم الاربعاء اللي فات، وقلنا ان في خطاب هيوصل قبل العيد بخصوص مد الفتره الخاصه بالمجلس الحالي او اللجنه الخماسيه اللي بتدير اتحاد الكره لمده 3 او 4 شهور بالتحديد. قلنا حضراتكم كده تم المد لمده 3 شهور، لكن في البدايه انا عايز اتكلم على كواليس الخطاب اللي وصل من الاتحاد الدولي لكره القدم، وكواليس كانت مهمه جدا، وتحديدا فيما يتعلق ب الاجتماع اللي كان مع الاتحاد الدولي وانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي. كان الاجتماع بحضور كل اعضاء الاتحادات الافريقيه او كل رؤساء الاتحادات الافريقيه، طبعا بحضور رئيس الاتحاد الافريقي كمان احمد، وكان اجتماع لمده 4 ساعات ونص. مصر تحديدا كان ليها مده قد ايه زمنيه في الاجتماع ده؟ 10 دقائق، 10 دقائق لحسم الملف اللي بيتعلق بالانتخابات وبمد فترة اللجنة الخماسية. تم الاستقرار في الاجتماع ده على الخطاب اللي وصل للاتحاد المصري لكرة القدم، لكن في نقط مهمة جدا ومفاجآت هامة جدا. في البداية فيما يتعلق بالمدة الزمنية اللي هتكون للاتحاد الكرة الجديد اللي هيتم انتخابه، هيكون الانتخاب امتى؟ انت المفروض اصلا هتدعي، وتم الاتفاق على كده، تدعي لعقد الجمعيه العموميه والانتخابات في شهر 9، عشان يوم 30/11 يكون عندك مجلس جديد موجود خلاص انتخب ويبقى موجود، وهو اللي يدير الاتحاد المصري لكره القدم. المده بقى الزمنيه بقول لحضراتكم للمجلس الجديد، هل سنه ولا 4 سنوات؟ ده هيكون طبقا ومتروك للوائح والقوانين المصريه، وده اللي قاله كمان انفنتينو في اجتماعه مع الاتحاد المصري لكره القدم. كان مين بقى اللي حضر الاجتماع ده؟ كان موجود طبعا انفنتينو، احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وكمان هاني ابو ريده، تمام، وعمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه الحالي، وتم الاستقرار فيه على كل هذه الامور اللي انا قلتها لحضراتكم. في خلال 10 دقائق تم الاتفاق على هذه النقاط، وخلاص بشكل مؤكد هيكون في انتخابات الاتحاد المصري لكره القدم، هيتم الدعوه ليها، وده اللي تم تكليفه او تكليف بيه الاستاذ عمرو الجنايني، ان هو خلال 3 شهور يكون في انتخابات، يكون في مجلس جديد. انت في شهر 9 تدعي الانتخابات، المجلس الجديد يكون موجود خلاص يوم 30/11 عشان يدير الاتحاد المصري لكره القدم. هيتم الاستقرار بعد كده بقى، هل هيكون مده المجلس الجديد سنه ولا 4 سنين؟ ده هنشوفه خلال الفتره الجايه، وهيكون طبقا للوائح والقوانين المصريه، وده اللي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم وانفنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. دي بعض الكواليس فيما يتعلق بالاجتماع اللي كان من خلال الزوم ميتنج او عن طريق تطبيق زوم، وحضر فيه الاسماء اللي انا قلتها لحضراتكم. ده فيما يتعلق بفقره الترند النهارده. ما تقلقوش ان شاء الله الفترات اللي جايه والحلقات اللي جايه هيكون عندنا امور كتيره جدا، والكلام بتاع النهارده ده اللي انفردنا بيه في اول حلقه خالص من حلقات الترند.